أهلا وسهلا متابعي تونس الرقمية وتونسي نيميريك. معنا اليوم في حوار مباشر السيد عياض اللومي السياسي وعضو اللقاء الوطني للإنقاذ، باش نحكيو معاه على مختلف المستجدات اللي تشهدها الساحة السياسية، وكذلك باش نرجعوا على عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن الاجتماعي وحتى الاقتصادي في البلاد. مرحبا سي عياض. أهلا وسهلا، مرحبا سيدة مروة، مرحبا بالسادة المشاهير مشاهدين مشاهدين ومستمعين. مرحبا بك على تونس نيميريك. سياد، باش نبداو بسؤال وبالموضوع، معناتها المواضيع تتعدد صراحة. أولا، آخر المستجدات ربما على الساحة الوطنية والسياسية وهي تجميد المجلس الأعلى للقضاء. شفنا كذلك تنصيب مجلس جديد مؤقت. موقفك من التجميد ومن أعلى من القوانين وأنها تلغي قانون أساسي في هذه الطريقة؟ المجلس الأعلى للقضاء هو مجلس منتخب، وهو هيئة جابها الدستور بتاع 2014. الدستور هذا الدستور يعني بتاع 2000 اللي هو مطبق الآن. الفكرة الأساسية بتاعه هي الفصل بين السلطات ببساطة شديدة، وحتى من غير الدستور هذا جوهر الديمقراطية هو استقلال السلطة، هو طبعا حكم الشعب لنفسه عبر ممثليه اللي هي السلطة التشريعية، واللي هي جمدها السي قيس سعيد، وهي ممثلة أساسا في مجلس نواب الشعب. واستقلال القضاء، هذو مزوز ضربه، بحيث أصبحنا بصريح النص بتاع الانقلاب أصبحنا في ديكتاتورية تامة الشروط، وهذا نعتقد أنه سيتسبب في مزيد العزلة لتونس. وبدينا نسمع حتى على عقوبات اقتصادية، يعني لحد الآن لعدة اعتبارات، هناك ما يعبر عنه بالفرنسوية لو بوليتيكمون كوريكت في خطاب الدول الصديقة والشقيقة وشركاء تونس وخاصة الدول المانحين. لكن الآن نحسوا النبرة بدأت تعلى، نحسوا الضغط قاعد يكبر، وهذا كله عواقب وخيمة على الشعب التونسي، لأنه في نهاية المطاف اللي باش يضر هو الشعب التونسي بسبب هذه العزلة، باعتبار نقص الموارد اللي باش يتم، وباعتبار تقريبا خروج تونس من المنتظم الأممي الديمقراطي والحضاري اللي صاير في العالم. ولكن هذه التهديدات ربما شفناها حتى منذ 25 إجراءات 25 جويلية، تهديدات معناتها نوعا ما معناتها بتجميد امداد تونس بالقروض والهبات وغيره، ولكن فعليا تقريبا ما تمش تنفيذ هذه التهديدات. لا، علاش ما تمش؟ هو ما فما حتى قرض خذته تونس، فما الكلام ديما قاعد يتعاود هو بيده، وانه يقول لك احنا لن نعاقب الشعب التونسي، كل ما هو اجتماعي كل ما هو صحي هذاك مش يقعدوا ديما يحاولوا يعاونوا التوانسه باش ما يجوعوش في نهايه المطاف. واخرها الزياره البارح نتاع نائب رئيس البنك الدولي، اللي هو يقول لك رانا احنا باش نعطيو منح اجتماعيه. عطاو الجزء الاول لما كان البرلمان موجود وصادق عليه مجلس الاداره والى اخره في مبلغ قدره 300 مليون دينار، والان يحبوا يعطيو 400 مليون دينار مليون دولار، لانهم خايفين من ثوره اجتماعيه ببساطه. انت ديجا حضرت منها هذه الثوره الاجتماعيه طبعاً. سابقا طبعاً. وحتى ال 400 مليون دولار يمكن مساعدات لتونس تعتبرها على خلفيه ما جد مؤخرا من تاخير في خلاص اجور الموظفين اللي شفناه في الشهر الفارط. موضوع اخر، خلينا نخدمه بالخطوه. اولا، الساعه راهو الميزانيه اللي تم اعدادها واللي هي غير شرعيه وغير قانونيه، ديما نتمسك بذلك، راهي تعتمد على تمويل نتاع صندوق النقد الدولي حسب المعلومات اللي هو متوقف من عنده تقريبا طوال سنتين. يعني اليوم صندوق النقد الدولي حتى في كل ما هو حوارات مش مفاوضات، اللي نعرفوه هو انه ارجع الموضوع الى شهر اكتوبر. انا لا اعتقد ان الماليه العموميه قادره وانها تصمد الى اكتوبر 2022. رقم 2، راهو حتى القروض البينيه هي شرط من شروط الحصول عليها هو انه يكون هناك برنامج مصادق عليه من صندوق النقد الدولي، فبحيث الماليه العموميه وضعيتها صعبه جدا،
ونجم نقول لك وانا في حالة تفليس غير معلن. وورينا رئيس نادي باريس ما جاش هكا من فراغ، واضح السيد اختير الشخص لمهمة معينة، وانه يجهز الموضوع متاع نادي باريس، باش يفهم، باش يعطيهم نصايح، باش يقول لهم راهو الديون بينية وكيفاش النقاش نتاعها. يعني كانت عنده لقاءات مقتضبة، معناها المسألة ما دامتش برشا وكلها راهي في اتجاه واحد، هي جدولة الديون لتونس. يبقى وأنه الآن هذا القرض اللي تحدث عليه نائب رئيس البنك الدولي هو ليس قرض لدعم الميزانية. هذه كيفاش تفهم أنت عند رأى الدول مازال داعمة لتونس ولا لا؟ ما هوش دعم الميزانية، هذا قرض اجتماعي، فما فرق كبير. دعم الميزانية معناها كما تفضلت سيادتك وأنه باش يجي باش يدفع باش يخلص الأجور مثلا، اللي نعرفه أنه هناك صعوبة الآن في صرف الأجور، وهي تقريبا آخر مرحلة توصل لها الاقتصاديات نتاع الدول المنهارة. هذا ما جاش لدعم الميزانية، هذا جاي لأسباب اجتماعية. ثم بالتوازي نسمع في تصريحات جميع الدبلوماسيين تقريبا، سمعنا مسيو بوريل مثلا، سمعت اليوم أنا وزير الخارجية الفرنسي، يعني هذوما كل ما همش فرحانين باللي قاعد واقع في تونس، وخاصة موضوع المجلس على القضاء. وأنا شخصيا كنت نبهت لذلك، أولا نبهت في 25 قلت رأي المرحلة الموضوع راهو لا يتعلق بهذا البرلمان بل يتعلق بكل البرلمانات، باعتباره أنه قيس سعيد في برنامجه الانتخابي قال صراحة أنه لا يؤمن بالديمقراطية التمثيلية وعنده برنامج آخر، ودليل على ذلك وأنه أنصاره الآن يتحدثون عن البناء القاعدي وهناك هرسة. متى يتحدثون عن البناء القاعدي؟ إيه معناها هو هذيك فلسفته، هذيك فلسفته، هو ما يمنش بالديمقراطية التمثيلية. والردود اللي جاته من الدول المتعاونة مع تونس واللي من تونس مسح معها اتفاقيات، وأنه تقول له راهو لا مجال إلى إلغاء الديمقراطية التمثيلية. ولكن إلى اليوم قالوا له بطريقة مؤدبة، قالوا له نحن مع عودة العودة إلى الديمقراطية التمثيلية ومع برلمان بحيث بسروحك وعمل انتخابات ولا بد وأن يكون هناك برلمان لآخره، لكن في كل الحالات لن نقبل وأنك تمشي إلى نظام فوضوي ولا نظام شمولي ولا نظام كلياني ولا نظام ديمقراطي أي أشكال ولا نظام ديكتاتوري ولا نظام شمولي، كلهم ينطبقوا على ما يصمم له قيس سعيد. أنا ما أعتقدش أن العالم شقر، بخلاف العالم أحنا داخليا ما نش قبلين. هناك استغلال للوضع المتأزم في تونس الاقتصادي اللي نعاود نقول وأنه قيس سعيد هو جزء منه، لأنه مش ممكن وأنك رئيس جمهورية مدة سنتين ما تحمل حتى مسؤولية، ثلاثة حكومات الكلهم سميتهم أنت، السيد لاس فخفيس سماها قيس سعيد وطلب منه الاستقالة، السيد المشيشي سماها قيس سعيد ثم أقالوا بآليات عسكرية، والآن هناك السيدة نجلة بودن مناش قاعدين نراو فيها تعمل في الشيء الكثير، ويبدو أنه هو الحاكم الفعلي هو السيد قيس سعيد، فهو يتحمل المسؤولية. أنت اليوم عندك 7 أشهر السلطات كلها عندك، شنو قدمت للمواطن التونسي؟ بالعكس احنا نراو في غلاء معيشة، نراو في مزيد من التعثر، نراو مرينا حتى مشكلة حلت. أعطيني مشكلة واحدة حلها قيس سعيد، مما يدل وأنه نحن في الاتجاه الخطأ مهما كانت عذرية الشخص ومهما كانت سمو أخلاقه ولا خلقه، وإن كان هذا يناقش باعتبار الآن لنا فما عنف خارج على رئيس الجمهورية، نعتقد أنه لا يليق بمن هو في منصبه، لأنه هذا خطاب استعداء فئة من الشعب يتعارض مع ليس فقط مع الدستور اللي هو ألغاه، نجد تقول لي هو منش بالدستور، ولكن يتعارض حتى مع الأخلاق الحميدة ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية، لأنه ما عندكش الحق باش تجيب خطاب كراهية وباش تهيج فئة من الشعب ضد فئة أخرى. هذا الخطاب ما كانش غريب، معناتها سيد رئيس الجمهورية عدد من المحللين السياسيين وكذلك السياسيين منذ البداية تقريبا نفس الخطاب، كان نفس الخطاب اللي ينتهجه رئيس الجمهورية. على كل حال هو الخطاب هذايا أنا بالنسبة لي خطير في الوضع اللي احنا فيه، ولا يليق بمن يتولى مهمة رئاسة الجمهورية حتى في الظروف الانقلابية، فهو لا يليق، لأنه هذايا راهو فيه مس من كرامة البشر. ما عندكش باش توصف الناس بالحشرات، ما عندكش باش توصف الناس بالجراثيم، وما عندكش باش تهيج جزء من الشعب ضد جزء آخر.
الناس كل عندها حقوق، وتونس راهي موقعه في اتفاقيه دوليه، وهناك منظومه كونيه لحقوق الانسان تمنع قيس سعيد وغيره من انه يقوم بمثل هذه الافعال التي يجرمها القانون، والتي لا تسقط بمرور الزمن في عديد منها، منها الاخفاء القسري، منها منع حريه، منع حقوق معناتها حريه التنظم، حريه السفر، يعني انواع الهرس هذه، التنكيل بالذات البشريه، هذوما كلها راهي جرائم، وجرائم ضد الانسانيه ولا تسقط بمرور الزمن. واضح. أشرت إلى ردود أفعال سعياد داخليا وحتى خارجيا، ولكن صحيح أنه تم إقرار تواريخ للانتخابات وكل، ولكن إلى حد اليوم معناتها الدولة تسير عن طريق مراسيم رئاسية. هذه المراسيم التي غير قابلة كذلك للطعن، أنتم موقفكم من هذه المراسيم؟ طبعا احنا كي تقول لي انتم شكون، احنا اللقاء الوطني للانقاذ، احنا رانا اللقاء الوطني للانقاذ وحتى كذلك ربما المعارضه ككل. احنا مانيش في المعارضه، احنا في مقاومه للانقلاب، لانه احنا تعتبروا روحكم في طبعا في طبعا المقاومة. لانه الان ليست هناك حياه سياسيه، الان هناك خطر داهي وجاثم من قيس سعيد على البلاد، لانه الشيء اللي يعمل فيه راهو باش يقعد نكته كحله في تاريخ تونس. طبعا انا لا اظن ان الموضوع هذا سيدوم كثيرا، لكن المنهج اللي هو ماشي فيه هو منهج استئصالي، منهج معناها تجاوزوا التاريخ. هو الان يريد السيطره على القضاء لتصفيه خصومه السياسيين. ربما الانتخابات اللي تحدثت عليها سيادتك لن تكون هنا انتخابات يقبل بها العالم، ولا يقبل بها العالم الحر، ولا حتى لا داخليا ولا خارجيا. يعني بشتم هي الانتخابات حتى؟ اولا انا عندي شك، لانه ما عندي حتى مصداقيه بالنسبه لي قيس سعيد، ديما يقول حاجات ما يعملهاش. انا نشك وانه باش يعملها الانتخابات. ثانيا نعطيك مثال في ضرب المصداقيه نتاعو، يقول انا لن اتدخل في القضاء، في حين وانه هو في اوج القضاء. ابسط حاجه هو محكمه المحاسبات. محكمه المحاسبات كانت هناك تقارير اداريه واضحه، قامت معناها سجلت المخالفات الانتخابيه بكل شفافية، وناس جاوبت على التقارير، ثم بتدخل سافر من قيس سعيد يضغط على الوكيل العام لمحكمة المحاسبات ويضغط على القضاة لتقريبا إعادة صياغة التقرير خارج الأجال القانونية، خارج الأطل القانونية، للتنكيل بمنافسي السياسيين. هذا يتدخل في القضاء. شو المصداقية اللي ما زالت عندها محكمة المحاسبات؟ كنذكر أنا سي محمود بسباس الله يرحمه يحكي لي هو كيفاش وقت قدم التقرير البرجيبة الله يرحمهم الكل، قام يبكي زعيم برجيبة وجمد منديلة، قال هذا أول تقرير نتاع دائرة محاسبات يقدم لرئيس تونسي ومن قاضي تونسي. اليوم سي قيس سعيد وخر بيه بالتويل، وأصبح يعطي في التعليمات في التلفزيون لتصفيه المنافسين السياسيين. وذلك علاش هو يحب يحل المجلس على القضاء؟ باش يولي القاضي مرعوب، كان ما يطبقش التعليمات تاع قيس سعيد سيتم عزله. وانا لا افاجئكم انه سنرى بعد قليل محاكمات سياسيه معناها قراوسطيه. ولكن ايضا فما يعني اليوم ما عادش عندنا ايضا فما تهم من القضاة ومن القضاء للمجلس الاعلى للقضاء. موضوع اخر يحل هذاك، ما فما ساعات كلمه حق يراد بها باطل. لو اراد اصلاح هذا المنقلب لعجل بالانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء، مش يحط مجلس على القضاء على كيفه ويحط فيه فصول من العار بمكان وانه حتى واحد باش يذكرها. وهنا حين باش تقعد كحله في تاريخ تونس، وستذكر وستدرس لقادم الاجيال كمثال نتاع الاستبداد ونتاع ونتاع معناتها قمه التنكيل بالذات البشريه وبالمهن وبالسلطه. وانك تجي توصف قاضي وانه موظف عنده، وانك انت تحتكر الدوله، وانك حتى الناس اللي ينصحوا فيك حتى من الداخل ومن الخارج يقولوا له رانا متقلقين، يقول حتى انا متقلق، معناها ما فماش عن جهيه اكثر من هكا. وهذايا مو تنجم تربح شوط، وهو ربما يظن روحه منتصر، لكن هو في الحقيقه قاعد ينتحر سياسيا، لانه هذا مش فيقبلوا حد، لا القضاه باش يقبلوه، ولا المجتمع الدولي باش يقبله، ولا المواطن التونسي باش يقبله. ثم حاجه اخرى،
احنا كما لقاوش حقنا في تونس سنلتجئ الى القضاء الدولي. احنا اليوم هالنقاش اللي قاعد اللي عاود اثاره في محكمه المحاسبات سيتم تدويل هذه القضايا، لانه 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 واضح فما تهديدات بتدويل هذه القضايا، ولكن الى اليوم ما فما حتى طرف معناها كشوا انتم ولا اطراف اخرى احنا نمشيو بالسياسه القضايا. احنا انا نشوف اليوم مثلا انا شخصيا تم وجهوا لي رساله غريبه من محكمه المحاسبات بعد ما حل قيس سعيد المجلس هكا تواتر غريب ويضيفوا فيها تهم مش موجوده في التقرير الإدارة اللي عملته المحكمه. انا مش نشكي بهم الكل، مش نشكي بهم في جنيف في الاتحاد الدولي للبرلمانية، مش نجاوبهم هون، مش نشكي بهم عند المجلس على القضاء نفسه، وما يعجبك في الدهر كانتون. انا مش هديك مثل مش تفهم لي هذه قضايا عادله وتنتصر في الاخ. زعما قيس سعيد اقوى من بن علي؟ لا اظن. في عهد بن علي شنو اللي صار؟ جاءوا للجمعيه، جمعيه ثقافيه في الستاتيو نتاعها نتاع القضاة التونسيين، جاء بن علي انقلب عليها بقوه الدوله. معناها وقتها بشير التكاري يحكم ومش ما نزيدش نسميه وزير معروف، والناس تعرف كيفاش انقلبوا على الجمعيه. قعدوا اربعه قضاة، اربعه برك، اربعه من جمله 2000 يمكن في الوقت ذاك، تقريبا كلهم بين مؤيد وصامت. اربعه قالوا لا ما نقبلوش. الاتحاد العالمي للقضاة قعد يستعرف كان بالمكتب الشرعي للجمعية اللي فيها أربعة من الناس. باش تفهم اللي الأمور هذية مخاطر فما زادة جاهل راهو ناس ما تتربيش من التاريخ. اللي ظنوا أنه باش يغلب المجلس على القضاء الشرعي هو جاهل، هو ما يعرفش التاريخ وما يعرفش المستقبل، وهو عايش في عزلة نفسية واجتماعية وسياسية وحضرية. ما تنجمش أنت تحكم بلاد يا سيدي. يقولوا هناك انقسام، لو فرضنا جدلا انه هناك انقسام في القضاء وهو مش من الاخلاق، وانك انت تلعب على انقسام داخل السلطه، لانه هذا كله عنده تهديد على السلم الاهلي وعلى الـ الـ على الـ الاستقرار بتاع الحقوق. لانه شكون باش يخدم معك اذا كان بلاد ما فيهاش قضاء، وقضاء عند وظيفه عند قيس سعيد ومن معه، والله اعلم شكون معه، فما اللي نعرفهم فما اللي ما نعرفهمش. فانت اليوم حتى لو كان جزء من القضاء ضدك راك ما تنجمش تعمل ديكتاتوريه، لانه كل قاضي هو رئيس في محكمته، وقاضي واحد يبدا مش منسجم مع التيارات الشموليه هذه يفزد له اللعبه كامل. يعني مش بالبساطه وانه بورقيبه نجم معناه يسيطر على هالجسم هذي وعلى هالسلطه هذي، ولا كذلك بن علي راه ما كانتش مساله بسيطه، مساله هينه، هذوما خذات عوام باش نجموا يعديوا بعض القرارات اللي هي مستحقين لها لتثبيت أركان الحكم، وكان ذلك باحتشام كبير، والموضوع معناها يوصف ولا يحكي. كما قول تحب أنت تعملها هذه على عين كتاج بتجمع، لا العالم يخليك، لا القضاة يمشيوا معك، لا المحامين يخليه، لا المواطن يسكت لك، لا العجزة باش تسمح بذلك. يعني وكذلك الوضع الاجتماعي، لأنك كنت بعد باش تفلس، أنت تجوع قاعد في شعب التونسي قاعد سعيد بهالعزلة هذه اللي تعمل فيها. فهذا انا راه وانه سد لي فيمير، احنا نقولوا بالفرنسويه سد لي فيمير، معناها مثلا ما يشبش تدوم، مثلا نتاع عبث نتاع ناس بتجهل النواميس نتاع الحياه ونتاع الاعراف ونتاع الحضاره، وستصطدم بواقع مرير، وانه هذا كله راه في حكم معدوم كما قالوا الاتحاد البرلماني. على انتحار سياسي سعيد، ربما طبعاً. تقديرك للحياه، الحياه رئيس الجمهوريه قيس سعيد سياسيا قداش مازال حسب تقديرك؟ لا هذاك هذا مانيش انا نحكم، انا بالنسبه لي قلت على انه قيس سعيد معناتها بصدد الانتحار سياسي. طبعا طبعا طبعا، هو قيس سعيد ما عندوش مستقبل سياسي، ما عندوش مستقبل سياسي. النظام الشمولي في العالم اختفى، اكثر الانظمه استبدادا تراعي الشكل، يكون هناك برلمان، تسعى أكثر ما يمكن إلى اعتراف المنظمات الدولية والدول الشقيقة واللي متعاملة معها بسلامة هذه الانتخابات. هذا السيد ما يموتش في الموضوع هذا، إذا سيجد نفسه في عزلة. العزلة دي كانت ممكنة في الخمسينات والستينات، اليوم غير ممكنة. مش ممكن بلاد كما تونس بعيدة ساعة على روما وساعتين على باريس وحدودها عندها 1400 كيلومتر مليون، معناها عندها كمية مهولة من الكيلومترات في حدود بحريه وحدود منفتحه على افريقيا، معناها بوابه بتاع افريقيا وموقعها استراتيجي، هو يصنف من المضيقات راه تونس، معناها قربها من صقليه الى اخره. مش تخليه كنت تعمل عزله
وتخرج على الجادة وتعمل نظام ضد الاتفاق الدولية اللي أنت واقع فيها. أنا لا أظن. أنا أقول حاجة واحدة، سيكون هناك كلفة للشعب التونسي، الشعب التونسي المسكين اللي هو لاهي بقوة قوت يومه، واللي هو جوع قيس سعيد ومازال يجوع فيه. هل انه قيس سعيد هو اللي جوع طبعا لانه هو خير، وانه العشر سنين اللي تعداو هما اللي كانوا سبب في تجويع الشعب التونسي؟ هذه اكذوبه كبرى. العشر سنين هذوما منهم عامين فيهم قيس سعيد، عامين هذوما الظاهرين هما نتاعو، عامين هو رئيس جمهوريه. ما تنجمش تكون رئيس جمهوريه وما عندكش مسؤوليه، عندك الاجهزه، عندك السلطه، عندك سميت ثلاثه رؤساء حكومات، تقول ما تحملش مسؤوليه؟ شويه شجاعه، بحيث هذه تنجم تغلط مره اثنين وبعد باش يجيوك للجاده وقلت لا يا خويا انت راك مسؤول. واحنا احنا راهو هذيا الريد ميت يسميوها السياسه، كل مره يعطي للشعب ضحيه باش ينهشوا له لحمه. طبعا هي غير اخلاقيه السياسه هذيا، وسياسه خطيره لان باش تهز في الاخر للعنف وتهز وانه التأليب جزء من الشعب ضد الجزء الاخر. لكن هذه في النهايه راهي عندها محدوديه حتى للمنقلب نفسه. إلى متى باش تقعد تبيع في النقمة وتقعد تبيع في الحقد؟ يقول لك إيه باهي يا سيدي، انتقمنا منهم وقتلناهم وشهرنا بيه، ومن بعد أنا شو باش ناكل توا؟ شو باش نهز لأولادي؟ أنا أولادنا قاعدة تموت في البحر، أعلى الإطارات قاعدة تهاجر، المصانع قاعدة تسكر، المؤسسات العالمية ما عندهاش ثقة في تونس وقاعدة تخرج. إيه شو عملت عطيتنا سي قيس سعيد؟ حتى شيء. فهو سيصطدم بمصيره بنفسه ان اجل انا معاك. عكس هذا تماما يشوفوه المساندين، عدد من المساندين لقيس سعيد اللي يراو انه رئيس الجمهوريه قاعد يتقدم في البرنامج نتاعو. حسب رايكم هل انه فما مسانده داخليه وخارجيه وحتى خارجيه ربما لرئيس الجمهوريه؟ مسانده خارجيه وين ترى فيها؟ ليس هناك مسانده خارجيه. اذا كان صندوق النقد الدولي اللي هو المانح الرئيسي اللي باش يحل المشكل نتاع الماليه العموميه امتنع عن ذلك، اين ترين المسانده؟ ليس هناك مسانده. يبقى في الراي العام، نعاود نقول راهو قيس سعيد جاءت به الثوره المضاده والناس اللي خسرت الحكم في 2011، هذه قناعتي انا على كل حال وما اقتنعوش بذلك. وكان هناك تقاطع للمصالح، مصالح راهو تجب تكون معنويه او ماديه. أنا ما نزه قيس سعيد رغم كل النقد اللي عندي ليه وأنه مصالحه مادية، لكن هو عنده رؤية فردية وكل واحد يقول اللي ليه كل اللي عليك. الرجل ما نتهموش الناس، احنا خلافي معاه خلاف سياسي، وراه أنه عنده رؤية أحادية في رأيي أنا خاطئة. وانتم حاليا قاعدين انتقلتوا من المعارضه الى مقاومه هذه الرؤيه، ولكن لا اليوم سنة مقاومه على خاطر مسك مبادئ الرؤيه ذي. هذه كتمس انت التفريق بين السلطات، كتمس الحريات، كتمس الحقوق، كتمس القانون، كتمس المؤسسات. ما نجمش نقول لك راني معارضه معناها انا قبلت هذا الكل. نفس الراي تشاركونا معاه، لحظه سعياد، نفس الراي تشاركوا معاه مع عدد من الاحزاب طبعاً الاخرى، وحتى مثلا التكتل الجمهوري، التيار الديمقراطي، يقولوا انهم انتقلوا من مرحله المعارضه الى مرحله المقاومه معناها، وحتى مواطنون ضد الانقلاب وغيرهم من الاحزاب والمساندين كما حركه النهضه عندهم نفس الرؤيه، ولكن على ارض الواقع نشوفوا انه كل معناتها فئه من المعارضه قاعده تحتاج وحدها بمعزل عن الفئه الاخرى، قاعده تحكي على انه باش تكون جبهات، ولكن في نفس الوقت هذه الجبهات تقصي عدد اخر من الاحزاب ممكن ومن الشخصيات الوطنيه. حسب رايك هل انه هذا النوع من المقاومه كيف ما تسميوها عندها معناتها باش توصل الى الهدف نتاعها، الهدف المنشود؟ انا حسب رايي ظاهرة صحية، وأن هذه المقاومة ليست ذات لون واحد، لأنه المنقلب لعب على سردية. طبعا أنا ما نمنش اللي هو وحده، ونقول لك هو يخدم بإمكانيات الدولة. يقولوا إمكانيات الدولة معناها في رأيي أنا يعني شيء بعيد على بعض، ما بين أن نحارب فيه معناها نحارب فيه سياسيا ومدنيا بتصريح إعلامي، بتدوينة، بمقال، بفكر، وما بين هو يستعمل في الآليات كلها نتاع السوبليمينال، نتاع البرمجة العصبية للعباد، لبيع الخطاب،
تمشيته في اتجاه واحد، تجويع الناس اللي هم ضده، ضرب المستقلين. اليوم بدا تشوف الاعلام، معناها نشوفه في على الاقل ثلاثه برامج، منهم برنامج رياضي يتم سانسرته بكل هكا صفور، معناها ما عنده حتى مشكل. زميلكم سي سمير الوافي كذلك نحاولوا برنامج رياضي، وبرنامج بتاع سمير، وبرنامج بتاع مراد الزغيدي اللي الغاو الواعي، وهو قالوا الناس كلهم انه بضغط، واضح وانه ضغط كبير سلط على القناه باش الغات حوار مع بشير العكرمي. يعني الحقائق ما حبوهاش تخرج. شفنا المدير العام تاع احد الاذاعات ما نعرفش هي منهم تاع الشباب هذول ولا مع كيف تم منحها في لحظه، والغى التعيينات اللي هو عملها. التلفزه الوطنيه كيف عشنا فيها دي سكوندال، كل حركه كل يوم يكاد يكون ما يتعداش نهار ما عملوش فيه سكوندال. فما ايضا ضغط على اليوم نقول لك الدور على شكون شيجي على محافظه البنك المركزي وعلى استقلاليه البنك المركزي، لانه السيد هذايا باش يحكم يلزمو فلوس، والفلوس يحب المشاي على كيف. وانا ما استغربش وانه يصادر راحه البنوك في الايام القادمه، لانه يلزمو فلوس باش يعطي سواء الانصار ولا باش ينفذ برنامجه بالطريقه اللي يحب عليه وميمومجه في الاقتصاد. قال شنو انا ما نعرفش الاقتصاد. يعني اليوم التنوع نتاع الجبهه كسر سرديه. يعني علاش قلت لك الكلام هذا كله؟ لانه هو بالامكانيات هذه كل خلق سرديه، وانه انت ضد قيس سعيد اذا انت مع النهضه. واصبحت معناها ساعه النهضه هي الشيطان الاكبر، واصبح كل من يدافع عليها ولا يدافع او حتى يقول الم تكون الشيطان الاكبر النهضه في وقت من الاوقات؟ ما فماش شيطان اكبر، ما فماش شيطان. المسؤوليه هي مسؤوليه فرديه، ومفهمش شيطان. ما معناش معناتها مسؤولية فردية. المسؤولية فردية. أنه كل شخص أو كل مسؤول يحكم في فترة معينة أو يتولى السلطة في فترة معينة يكون مسؤول على المسؤول مسؤولية فردية في فترة. أنا مانيش جاي باش ندافع عن النهضة، أنا لست بحركة النهضة، أنا معارض للنهضة وكنت في تنافس معها. ولكن فما اتهامات توجه لك بأنك قريب جدا من حركة النهضة. أولا القرب من حركة النهضة ليس اتهام، هو موقف سياسي حسب الظروف شنو هي اللي تعملت. لكن انا مانيش في النهضه وماني ما تنجمش توجهني التهم اللي قاعدين يوجهوا لها فيها، كوني انا تقربت معها هو موقف سياسي. اي انت ما حكومة... قريب من حركه النهضه سعيد، فما قرب سياسي على الاقل. ما فما حتى قرب، فما حتى قرب. والدليل على ذلك معها في قلب تونس. في انا في قلب تونس. انا استقلت من قلب تونس منذ شهر مارس 2021 وانا موجود في قلب تونس صوت ضد قانون الملك. نعاود نقول صحيح النهضه وقت اللي دخلت انا للمجلس دخلت كمعارض، عارضنا حكومه الياس الفخفاخ اللي فيها طبعا اسقطنا حكومه النهضه اللي هي حبيب السيد حبيب الجملي، وعارضنا حكومه السيد الفخفاخ اللي هي تقريبا 10 وزراء من النهضه مخلينا حتى حقيبه، وبعد ذلك سندنا مع بعضنا حكومة المشيشي اللي هي اعتبرناها حكومة وحدة وطنية، ودامت المسألة بالنسبة لي 3 أشهر بحيث. ولكن عاود نقول لك هذه ماهيش تهم، هذه مواقف سياسية عندها مبرراتها وتناقش، وتنجم تحملني مسؤولية سياسية كان خاطر. أنا ريت أنه حكومة المشيشي ماهوش ممكن نواصل نساندها، وانسحبت من الحزب ومن مساندة حكومة المشيشي والتحقت بالمعارضة. وأنت وقتها معنا في البرلمان وتذكر استقالتي معناها نشرت على العلن بحيث ما يشتري. لكن عاود أقول راه خطير جدا وأنك تولي تحب تشتفت حزب سياسي، وأنا هذا موقفي المبدئي من 2011 لما أريد اشتفاث حزب التجمع أو التجمعين. أنا جيت ضد ذلك رغم أني ما عندي حتى علاقة بالتجمع، ونفس التهمة خطر الريفلكس بريمير متاع الناس اللي متعرفش ما عندهش معلومات يقول يدافع عليه اذا هو معاه. لا يا سيدي، انا ندافع على حقي في الاختلاف معاه، انا ندافع على تواجده، لانك اليوم انت الغيت الخصم نتاعي غدوه باش تلغيني انا. وهذا صار بالفعل، الناس اللي عبدت الطريق لسي قيس سعيد وشرعت الاستعمال الفصل 80 بطريقه غير قانونيه بعد دار عليهم. ومانيش باش نسمي حد خاطر انا نقول ديما مرحبا بالتائبين، لكن هناك دروس في التاريخ وانه المبادئ لا تتجزا. مش على خاطر هو معناها ظلم خصمك تسكت وتخيل روحك منعك، راهو اليوم ظلم خصمك غدوه باش تظلمك انت. هذه قالها عاود نرجع وينستون تشرشل اللي ديما
معناه يسخن روحهم اخترعوا حاجة شدوني بالكمشة في غالط مانيش غالط تتشرش راهو نعاود نقولها لكم يا أخيان ومشيوا قرأوا شوية راهو صديق المساجين وراهو أكثر مدافع على حرية القضاء وعلى العدالة هو ونسم الشرش وكان يقول العدل أساس الدولة يمكن هذه اللبسوس هو الدولة والعمرة فهمني لأنه زوز لكن هو كان يقول العدل أساس الدولة وعنده كلمة أخرى شهيرة كيف حال القضاء ونسن شرشر لما تحالف كان هو في المعارضة وقته في بريطانيا العظمى لما تحالف شامبرلان مش تحالف هو عمل هدنة شامبرلان مع هتلر قالوا تو راهو هذوما قاعدين تسمنوا في التمساح وراهو بشكلكم انتم الأولاني وبالفعل الأخراني وهذا كيفاش كمل هو المعسكر الشرقي وبعد ولا يبومبردي في بريطانيا بحيث احنا نفس الشيء لما تجي مع الظلم حتى لو كانك انت ضد المنافس السياسي نتاعك راك بعد باش تظلم انت وهذا انا اللي ما تحطش فيه ولله الحمد نقول انا النهضه في منافسه سياسيه معاه وانتقدها وفماش واحد انتقد النهضه قديم لكن ما تظلمهاش عندها جريمه حسبها بالقانون والجريمه هي جريمه فرديه وان وجدت جريمه جماعيه وجهلها بالقانون عن طريق وكيل الجمهوريه عن طريق محكمه المحاسبات مش اللي توا موجوده اللي يحكم فيها قيس سعيد القضاء العادل والمستقل مش اللي باش يستفش بطريقه معناها غير مهنيه وغير اخلاقيه وغير مؤسساتيه فنعاود نرجع اليوم راهو تعدد اطراف الجهات هي اللي كسر سرديه قيس سعيد وانه من هو ضد فهو مع النهر تفهم فيا ولا ثم نعتقد وانه سياتي يوم تجدين النهضويين مع اليساريين مع النقابيين مع اتساترا مع القوميين كلهم صف واحد ضد الدكتاتورية او نقولوا احلى من اجل البناء الديمقراطي ومن اجل التعدد وهذا هو الهدف نتاعنا وانه التعدد نتاع الجهات المناوئة للانقلاب هي علامة ودليل على انه هذا الانقلاب خاطئ لانه لا تجتمع امتي على البطل كي نوليو احنا مختلفين كلنا على اختلاف مشاربنا ونقول لك تعمل فيه راهو غلط واش قاعد صاير اليوم واضح سعيال اليوم فما دعوات كما اشرت لتجميع المعارضه اللقاء الوطني للانقاذ وينكم اليوم شفناكم في ندوه صحفيه اعلنتوا التاسيس نتاعكم ضم مجموعه من الشخصيات الوطنيه هذا اللقاء الوطني للانقاذ ولكن على ارض الواقع فعليا انتم وين وهل فما معناتها مستقبلا سعي والا لقاءات والا مشاورات اللي هو باش تكونوا مع اطراف سياسيه اخرى في ما تعتبرونه مقاومه احنا من اول نهار راهو قلنا اللقاء الوطني للانقاذ عندنا تميز مع ما هو موجود في الساحه نعتقد انه الشارع ماهوش في صالحنا ماهوش في صالح الناس اللي هي ضد الانقلاب الشارع تم شحنه ويأخذ وقت لتفكيك المنظومة متاع الشحن هذه لهذا ثم احنا معنا حتى استعداد باش نكونوا قاطرة من قاطرات عمل حزبي مهما كان الحزب احنا اللي نقولوه هو اللقاء هو خيمة تجمع نسكن وهدفنا وأن نوصل إلى مؤتمر وطني للانقاذ وعملنا نجم نقول لك هو عمل نخبوي وعمل نوعي مش معناها هكا قاعدين في برج العاجي لكن اخترنا ذلك لانه النخبه هي اللي عندها دور والزمن ليس زمن تعبئه سياسيه لانه ماناش في السياسه انت اليوم فما المفاهيم مش واضحه خلينا نتفقوا اليوم عندك منقلب رجعنا للحوار نتاع النقاش اللي عنده 3 أو 4 قرون هل نحن في حاجه الى قضاء مستقل ام لا هل القضاء سلطه ام وظيفه هل البرلمان ضروري أم لا؟ هل السلطة المالية واستقلال السلطة المالية ضروري أم لا؟ دور الإدارة إلى آخره معناها رجعنا إلى إعادة تعريف المفاهيم وللأسف البناء الديمقراطي لم ينضج ولم يجهز والضربة هذه هي عبارة عن انتكاسة انتكاسة في البناء الديمقراطي وانتكاسة في المفاهيم حتى أنتم في الإعلام ربش يجي عليكم الدور مش انتم مكنش في رأس القائمة قاعد يضرب فيكم بالطرف كل مرة واحد لكن هو توا انا اعتقادي مش يضرب السلطة المالية ثم سيأتي للإعلام ثم سيأتي للنقابات لأنه هو أول حاجة عملها منح مجلس القضاء منح حرية
الاحتجاج وعدم الإضراب. مش كان الإضراب، الإضراب والتجمع المهني الاحتجاج للإضرار بيترسنا. معنى شوفك الصغر يلقوه هيك واعطى الروح وهو السلطة باش يعزل وباش يعمل حركة جزئية. شوف كيف يعني يحب يحط القضاء تحت كليكه سكي سكي ينابيراسيون انجج على هذا من وين باش يعمل في الأشياء الأخرى. وهذا خطير. فنعاود نقول لك احنا في اللقاء الوطني للإنقاذ قلنا لنفكر معنا، ونحن كل لقاء نعملوه مع أصدقائنا نقول لهم يجب أن نفكر كما شكون أصدقائكم كما شكون يعني حديث الأصدقاء احنا بالذات أقرب ناس لنا طبعا هم مواطنون من ضد الانقلاب لأنه هذوما أولا أصدقائنا، ثانيا الزوز حاملين نفس القضية وهي أنه هذا الانقلاب هو مدمر لتونس ولا بد من إيقافه بكل الوسائل السلمية المتاحة. ثم ايضا هناك فرق اخرى كما عملنا اخر اجتماع كان من اجل مع توينسا من اجل الديمقراطيه اللي فيه الاستاذ سمير ديلو والسيده جميله كسيكسي والدكتور عبد اللطيف المكي الى اخره، مجموعه هذيك اللي تعرفوها. ثم ايضا عندنا لقاءات اخرى مع المجموعات المهنيه، التقينا مع المهندسين، مع المهندسين المعماريين، مع الخبراء المحاسبين، مع المحامين. يعني طلبنا لقاء مع القضاة ولكن هم ماذا بيهم ما يدخلوش مع السياسيين، ولكن بعثنا رسالة تضامن مع المجلس على القضاء قبل ما يتحل بنهار صبينا هيلو في المجلس وفي ما عارف شفتوها ولا لا، ما عندنا لا ديشارج وحرصنا وانها تتصب لانه فهمنا وانه ماشي الرجل في مغامرة غير محمودة العواقب. فنعاود نقول لك اللقاء الوطني للإنقاذ عنده ثلاثة محاور. محور اقتصاد، وعملنا ندوات للتفكير حول الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك المحور السياسي هو ما هو النظام السياسي الذي يجب أن يكون بعد إنهاء هذا الانقلاب، والمحور الثالث الذي لا يقل أهمية هو المرحلة الانتقالية، لأنه الآن نحن نعتقد أنه نحن في فراغ. الآن نحن في فراغ، المؤسسة التشريعية واقفة، القضاء معناه ما عادش عن القضاء ومساكن احنا كدولة اللي ما فيهاش قضاء. شو معناه انا بشيخ حقي نمشي للقضاء الدولي؟ معناه يفرض علينا المنقلب واني كل حاجة نهزها للقضاء الدولي ونهزها للاتحاد البرلمان الدولي ونشكي ببلادي على خاطر بسبب الظلم اللي عامل هون السي قيس سعد، وما نجمش على حاجة اخرى لاني انا انسان قبل كل شيء، والانسان يطالب حقه. ما عندكش باش تنكل بيا انت، ولو كنت قاضي في دائرة المحاسبات، ولو كنت قاضي موظف عند قيس سعيد نشكي بيه ونكمل انا مت انا يشكو بيك ولادي. هذيك هي الحياة هكا، يزم يفهموا الناس اللي ما عادش راه الوقت نتاع اللي اضرب ورد للتركينة وتسلب الناس حقوقها، بحيث هذا المعزق اللي حطنا فيه. ونأكد لك اللي هذا راهو كان ما لقاوش حل مع بعضنا راهو البلاد باش تنهار. ونعاود نقولها لا قدر الله إذا كان نهارة البلاد ودخلنا في مأزق اجتماعي كبير وفي ثورة اجتماعية كبيرة، راهو الشارع الاجتماعي سيتجاوز الشارع السياسي. واضح. عياض، حذرت من هذا التمشي اللي ينتهجه رئيس الجمهورية، ولكن شفنا في الاحتجاجات الأخيرة في المسيرة الأخيرة يوم الأحد فما اتهامات وجهت للمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية. والله أنا ما سمعتش، أنا ما حضرتش معهم في المظاهرة هذه. موقفنا كما قلت لك احنا في اللقاء الوطني للإنقاذ راهو تدخلاتنا نوعية، مثلا تحول فريق منا لمساندة السيد نور الدين البحيلي اللي نعتبره مختطف ومحتجز خارج القانون، ونحمل المسؤولية لوزير الداخلية ولقيس سعيد ورئيس الحكومة في الاحتجاز القسري لمواطن تونسي خارج الإطار القانوني والقضاء. لكن احنا موقفنا راهو مهم، معناتها ماهوش تصعيدي يعني بصدق. اولا انا موقفي مستقر، وانه الاجهزه نخليهم خارج المعركه السياسيه، بالعكس هذوما ناس نحبوا ادفع بالتي هي احسن. وحتى نعاود نقول لك حتى اللي اخطا خطا هو خطا شخصي، ومانيش انا باش نحاسب اللي حاسبه القضاء. احنا اليوم بالعكس نحبوا الاجهزه تقوم بدور جمهوري، بالذات المؤسسة العسكرية هذيك نزهها فوق نسكل، لأنه مهما كان الأمنيين أصحابنا، معناها نعرف نسيدي كيف ناس سيفيل نتعاركوا معاهم يتعاركوا معانا ونترضاو وكل يوم احنا بنتصل معاهم سواء في الطريق ولا في والحقيقة وين كنا وين صبحنا، ما بين اللي تربينا بيه كي كنا صغار اللي هما بيدهم الأمنيين هذوك ما كانوا صغار كيفنا، تو تكون العمداء الكل تقريبا في عمري أنا معناها في الخمسين هكا وفي
كنا قبل الحقيقة الأمن كنمشيو للستاد كانت المعاملة مش باهية، كنا نخافوا من الراقب، كنا الصغار دوب ماخذين البرمي إذا كان شدوا بوليس في السيركيلاسيون مشكلة كبيرة على الأقل. اليوم لا، اليوم فما احترام كبير، فما الأمن تصرفت فلوس كبيرة على الأمن الجمهوري على التكوين نتاعو. تونس نعاود نقول لك مصحة في الاتفاقيات الدولية، طبعا شادو يحفظ ولا يقاس عليه، ثم هناك هيكل موجودة في المؤسسة الأمنية اللي هي تعمل لوتوريكولاسيون، فما مجلس شرف، فما من حقك باش تتظلم، من حقك باش تشكي إذا كان تجاوزوه في حقوق الإنسان. أنا والله فرصة باش بوروندر أوماج، أنا سمعوني نهار الاثنين في مركز حرس العوينة في موضوع الاحتجاج اللي عملناه على سي نور الدين البحيري في المنزل الجميل، ورغم أن زملائهم هم اللي مقدمين قضية بالناس اللي مشاو منهم، أنا رغم أنا اللي ما سبيت حد وما كلمت حد وما كذا، يعني أنا رفقت المحامين كان تعاملهم معايا في أعلى مستوى، وكان حقيقة فخر لتونس. أنا مشيت أنا وزوز محامين قبلوهم، أعطاهم مكنوهم من حقوقهم، طلعنا على العريضة، جاوبنا، عدلنا المحضر كما نحبوا، معناها عدلناه يعني في كلامي أنا باش يكون مطابق لما قلته، إلى درجة وأنه معناها أنا بيدي تحرشت وأنه طولنا أكثر من اللازم، لأن الموضوع كان نجم يكون ساعة، قعدنا ساعتين. وتحية للناس هذوما ما نعرفهمش، راه ما نعرفهم حتى واحد، أول مرة راه أول مرة ندخل لها أنا الجزرنا بتاع العوينة، لكن أحيي مهنية الضباط التوانسة والأمنيين التوانسة في التعامل مع المواطن التونسي حتى اللي هو ضده، ضد زميله على كل حال. فأنا الحقيقة ديما ننزه لو الأجهزة ونقول خلي الناس تخدم على رواحها، وبالعكس خلينا نحطوهم، خلينا نمنوا اللي احنا عنا أمن جمهوري وعنا السلطة على الأقل هذيك اللي مش نسحقوها نهاريخ، لأنه للأسف الخلاف بين السياسيين بما فيهم رئيس دولة ما هو سياسي معانا، وإحنا زوز منتخبين، يشكم شوفس المبينات، هو ما اللي بشوفس المبينات، ولهذا خليهم الناس هذوم محايدين. وانا ضد اي دعوه اللي هي ضدهم، ولا برغم ما نعرفش الكلام اللي قلته عن شكون صادر، ولا الحقيقه ما تبعتش سياد مرسوم الصلح الجزائي سمعنا عليه برشا من رئيس الجمهوريه، ولكن الى اليوم على ارض الواقع تقريبا ما فماش، ما شفناش رؤيه واضحه او معلومه دقيقه على هذا المرسوم. لا شفناه المرسوم هذا، شفنا الدرافت المسوده نتاعو، وشفنا رأي المجلس على القضاء، وربما هذه أحد النقاط اللي زادت سرعت بإنهاء هذا المجلس، وأنه ما استجابش لي سمحوني في التعبير، معناه يعني للعقم التشريعي لرئيس الجمهورية، لأنه عمل نص رديء وغالط ومخالف للقانون، ومجلس على القضاء قام بدوره وجاوب قال راه هذه غلط وهذا غلط وهذا غلط، ثمانية صفحات يظل الرد بتاع المجلس على القضاء اكبر من المرسوم اللي عملوا مشروع المرسوم اللي عملوا قيس سعيد. ربما هو هذه من الحاجات اللي ما عجبتوش، خاطر يبدو انه احمد لا ينصرف كما يقولوا اخوياه وخيان في الشرق، يحب كما قال هو بالضبط. انا راهو انه هذايا راهو ضربه اخرى لتونس باش يكون، علاش؟ لأنه بالنسبة للمجتمع الغربي ضربة سياسية أو ضربة اقتصادية، اقتصادية وسياسية وقيمية واللي تحب أنت وحضرية، لأنه أنت الناس اللي تتعامل معهم العقيدة نتاعها، وهذه قلتها زادة من أول من الأيامات الأولى في الانقلاب، العقيدة نتاعهم هي قدسية الملكية الفردية وحرية التملك وحرية تحديد الأسعار والحرية في التجارة، والبش نحيلوا الحقوق نتاعو لازم تمشي للقضاء. نعود نرجع، هو عنده خلط قيس سعيد بين المفاهيم هذيك كلها، خلط مقصود طبعا. بالنسبه ليه اي حاجه تقيد لسلطاته يجب الغاء، لكن هو انسى اللي هذا راهو منظومه كامله ما تمشي مسها بالطريقه هذه، تمسها بالطريقه هذه تخرج تصنف دوله مارقه وما عادش تعمل معاك. انت الناس تملك عندها ممتلكات، انت تراوى انه هذوما مكتسبات فساد، هذيا راهو ماكش انت تحددها قيس سعيد، تحددها الاتفاقيه نتاع مكافحه الفساد للامم المتحده نتاع 2003، وتحدد شنو هي الضوابط نتاع مكتسبات الفساد، ومن اهمها هو صدور حكم نهائي وبارد في فساد الشخص اللي انت تحب تصدر له املاكه، واثبات العلاقه السببيه
بين المكتسبات الفساد هذية وبين الفعل المجرد. علاقة سببية معناها يلزمك تثبت أنه أجر ما من استعمال نفوذه مثلا، ولا من معناها فساد داخل الدولة، ولا من ارتشاء، ولا من غير يعني. وهذا يلزم يكون صادر بحكم محكمة، حكم نهائي وباهي في محاكمة عادلة، مش محاكمات هذه تو. أنا نأكد لك تو المحاكمات مش عملها قيس سعيد من حق أي مواطن، أي مواطن، وأن يقول هذه محاكمة غير عادلة، لأنه هذه الأحكام تصل تحت الضغط. شو هالقاضي هذا اللي عنده سيف مسلط على رقبته، وأنه إذا لم يحكم كما أراد قيس سعيد سيعزل. أنا أخوي معناها كل مربعين على هالخبز المر حب جوا الناس، معناها اللي بشي يحكم حاسب ضميره بشي يضر، اللي عنده كريديات الله أعلم شكون باش يخلصهم. جو لي بلان أختي العزيزة، وأني نوعدك أنا من توا نهارة اللي نرجع للحكم والله العظيم معناتها سأكون رحيما جدا مع الناس هذوما اللي أخطوا، لأن نعرف ظروف، لأن أنا والدي قاضي نعرف شنو هي إمكانياته، ما عندوش مسكين. وكان طرد وقتها بن علي ولا بورقيبة ربما راهو حالتنا أصبحت رث. فأنت لما تجي القاضي الله أعلم به شنو هي ظروفه، شنو مدين، شنو الكهرباء نتاعو، كيفاش يسوق فيها داره اللي ساكن فيها، الكراء اللي خلص فيه، ولاده كيفاش يقري فيهم، وتقول له كان ما تعملش كما قول لك انا بالضبط راني نعزل. وهذا الكلام يقول فيه في التلفزه على الملأ، مش ناس كلها راهو عندها تخلق باش تكون مقاومه وباش تكون مناضله وباش تكون معناها مستعده للحبس ومستعده للجوع ومستعده للتشرد في حتى مجتمع ما ينجم يكون كله هكا بالطريقه هذه. فبديهي وانه انت يا سي قيس سعيد راك ضربت القضاء. شو معنى ضربت القضاء؟ اليوم ما عادش عندنا مفهوم محاكمه عادله في تونس. وهذا اش عملوا قبل جماعه بن علي؟ هزوا تصاور، وانا هذاك باش نعمل واحد من الناس باش كلهم الفيديوهات نتاع قيس سعيد والمكالمات نتاعو والمراسلات نتاعو باش نبعثهم للجنيه، قول لهم هذه شروط محاكمه عادله ولا في بلادنا. نحكي في المساله اللي تخصني انا نتاع محكمه المحاسبه، لانه لحد الان نحترم فيهم، لكن للاسف هو بيدهم ضغط كبير اللي هابط عليهم قيس سعيد، لهذا لازم ندافع على حق. فانت اليوم اللي يعمل فيه سي قيس سعيد بهالمرسوم بهالحل المجلس على القضاء بهالارتفيس اللي حطه، اصبحنا في منظومه اللادوله اللي الاستثمار فيها يهبط للصفر، واللي اي واحد بعقله ويعمل يحسب ما يعبر عنه لو ريسك بي ما يستثمر ولا ملي في نظام قيس سعيد. وللاسف هذا هو اللي يهز فينا الانكماش الاقتصادي. وفي نفس السياق ايضا ثم حديث عن لجنه للتدقيق في القروض والهبات اللي تحصلت عليهم تونس. على كل حال احنا شفنا السي فريد بالحاج جاوبوا باناقه كبيره جدا وقالوا راهو احنا الفلوس اللي جينا كلها اللي اعطيناها كبنك دولي راهو عندنا تراسابيليتي. رجعوا للفيديو هكا جاوب، هو اول مره في القصر يعديوا كلام نتاع شخص اللي بحذاه، مرة أخرى عدّيوا الكلام تاع رئيس وزارة المحاسبات اللي قالوا هذيك تخص الرئاسية مش التشريعية. معناها هذيك الزبدة اللي أنا حطيتها في الملف نتاعي باش نبين اللي قيس سعيد ماهوش دقيق في الضغط اللي عمل فيه. ف ماهوش شعبوية، أنا شعبوية لأنه ضربة أخرى يعني لن يتم معناتها، لا مش لن يتم تركيز هذه اللجنة لتدقيق، يعمل مية لجنة، هو عنده عامين يحكم وعنده لجان، هو تو فايق بها اللجنة، متوقع ما عندوش لجان من قبل. محكمة المحاسبات فاش تعمل؟ أنا كنت مقرر نتاع لجنة المالية، بخلاف لجنة المالية كنت رئيسها، ما كنت مقرر نتاع لجنة مكافحة الفساد، لجنة خاصة مع السي بدر الدين القمودي يترأسها، ووجهنا رسالة واضحة وعندي رسالة تو ننشرها الأيام القادمة، رسالة واضحة إلى رئيس محكمة المحاسبات للتدقيق في القروض، لأنه بالفعل عندنا شك خاصة في القروض اللي تعطات أيام الكوفيد. واللي هي جات احنا وقت الفلوس اللي جات في الكوفيد لمحاربة التداعيات الجايحة تقرب 6000 مليار، جاو مرينا حتى شيء، معناها المؤسسات ما خدت شيء، بالعكس فما ناس فلست، فما شيكات، فما بدون رصيد، فما مؤسسات أفلست. جينا نسألوا في وزير المالية وقتها قال لا احنا ما عملناها في لسد العجز بتاع الميزانية، لأنه الميزانية بينا ما يتضرر من الكوفيد، عنده تفسير. فاحنا مشينا للمحاسبة مش عطينا تدقيق، الفلوس هذه جات للميزانية
لدعم الميزانية أم لدعم المواطن التونسي لمجابات الجائحة، وأنتج على هذا المليار في الباقي، لأنه ما فماش كان الديون اللي ناخذوا فيها لدعم ميزانية الدولة، فما أيضا القروض اللي خذتها المؤسسات العمومية. وفي وقت من الأوقات كان هناك قرار سياسي في حكومة السيد يوسف الشاه لتحويل العجز من ميزانية الدولة إلى المؤسسات العمومية، فمن حقنا باش نفرق الرمان. أنا أعتقد وأنه اللجنة هذه اللجان الشعبية اللي حاب يعملها قيس سعيد ما عندهاش معنى، هي عبارة على إيبرتوفي كما السرطان. والسرطان شنو هو؟ تكاثر الخلايا حتى تولي ياكل في بعض، اللهم عافينا، وحتى البدن يموت. لطف يا رب، هذا نفس اللي عم فيه قيس سعيد. أنت عندك مؤسسة اسمها محكمة المحاسبات، تعود النهار كل تضغط عليها باش عملك أحكام سياسية على مقاسك أنت، وتضرب مؤسسة عريقة كما هذيك، باش نقعدوا حياتنا كاملة وإحنا ننتقدوا فيها ونقولوا اغزر الحقبة السوداء نتاع قيس سعيد شنو صار فيها وكيفاش تم تطويع المحكمة، وباش يكتبوا عليها كتب كما كتبناها على القضاء الاستثنائي. ما يعني الكتب اللي كتبت كلها محاكمة بيرسبكتيف، محاكمة النقابيين، ومحاكمات من الدولة وإلى آخره، هذه زادة باش يكتبوا محاكمات قيس سعيد أنا في رأيي باش نسميوها. تخليها تخدم خدمتها وتعطيك أنت التدقيق نتاع محكمة نتاع الديون اللي هي بطبيعتها كل عام تعمله، سواء في تقرير السنوي أو في مهمة بونكتويل طلبها منه مجلس النواب. فأنا الحقيقة نرى أنه هذا كما واحد قاعد يغربل في الماء، وعداء الشعبوية والتغطية على مشاكل الناس وعلى ارتفاع الأسعار وعلى غياب المواد الأساسية في الأسواق وغياب الأدوية في الأسواق. اليوم الكوش تخدم نهار بعد نهار، اليوم الطوابير وضربون يا عسميد في الريف، وأنا ندور في تونس كاملة ونعرف شنو قاعد صاي، معناها الله يحسن العقل. هو هذه كيفاش الدواه؟ هاني عملت لجنة باش ندق في الديون، سرقوكم احنا عندنا فلوس. مش عندك رقم 76% من التوانسة بالخطاب هذا الممنهج بتاع قيس سعيد ورقم منشور في احد الدراسات، يعتقدوا وانه بالامكان حل ازمة المالية العمومية في تونس بدون اللجوء للاقتران. تفهم الهرس هذا، يحط لهم في بالهم ان الفلوس موجودة اما راو نهبوها وراو كيفاش موجودة الفلوس، راك محتاج الى دعم خارجي، وراو اقتصادك هو اقتصاد صفري، وراو اعتى واكبر المجموعات راهي تمر بصعوبات اقتصاديه، وراو الكوفيد هرس الناس، وراو السياسه الجبائيه الفاشله والعقيمه اللي عملوها جماعتك اليوم انت حطتهم هما يحكموا في تونس في الحكومه، راهو هذيك فلسه قطاعات كيما البعث العقاري، واليوم قاعدين يحبوا يفلسوا قطاعات ولا سكروه، قطاع نتاع التجاره الخارجيه وقطاعات كيما الادويه وقطاع والصناعات والفلاحة، معناها كيفاش يقولوها تستغيث ولا تغاث، فهمتني ولا؟ هذا كله بسبب فساد السياسات تاع الإدارة. والإدارة راهي أنواع، فما الناس اللي هما جهاد وعندهم يقولوا للأسف هذوك كلهم مركونين، وفما الناس اللي هما الله ينصر سيدنا ولا ينصر من صبح، هذوك راهم في واجه، وعادة هذوك ما همش هما أحسن ما فهم معنا. وهذا للأسف اللي انتقدوه العديد، وأنه قيس سعيد يعتمد كان على أولئك. ولكن هذا معناتها المنهج المعتمد في الإدارات التونسية واللي أنت حكيت عليه راهو سعيال تقريبا مش السبب فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد. نمر للسؤال الأخير وهو أنباء وحديث عن جلسة عامة عن بعد سيتم عقدها في الأيام القليلة القادمة. ليس لي اي علم بذلك، ما وصلك حتى لم تصل حتى اما 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 انا معناتها ساساهم في اي جلسه عامه تعقد. هناك اتصال الحقيقه بالنواب في العالم، هناك وفد معناتها اليوم رئيس المجلس لديها كانت عند يعني نائبه الرئيس عندها لقاء هام دبلوماسي هام، نعتقد من حقنا راه باش ندافعوا على رواحنا ومن حقنا باش نمشيو للعالم. هناك وفد سيزور واشنطن، هناك وفد احضر في الاتحاد البرلماني الدولي. حسب رايك وقتها باش تكون هذه الجلسه تقريبا؟ والله احنا راهو الفصل 80 كذلك. فقط للاشاره انه فما عدد من النواب الاخرين اللي كانوا معاكم في نفس المجلس يعتبروا انه المجلس اللي كان انتهى، وشكون هذوما؟ مش معترفين ب شكون هذوما؟
عدد كبير من النواب ما نجمش نسميه لا مش انت تعرف انه ثم عدد كبير من النواب اليوم يعتبروا وكانوا معكم في نفس المجلس يعتبروا انه المجلس انتهى يجب المرور الى مرحله قادمه. مش صحيح، مش صحيح، لانه نعطيك مثل عبير موسى عندها خلاف مع رشد غنوشي، ولكن مع رشد غنوشي مش حتى مع وهي بون هي تسمي فيهم الاخوان والى اخره، لكن قتلوا انا ما عندكش باش تنحي لي صفه نائب. وان نهار السبت يظل لي تعاملت لايف كيفاش الاس دي سات تمنع النايب نتاعها من الدخول للبلاد بحيث ماهيش فرحانه باللي عم في قيس سعيد، وعمرها ما قالت انا مانيش نايب. قتلوا انا نايب لين ما زلت بالسيف عليك، وصحيح كلام بحيث هاو طرف النقيض نتاع النهضه شنو طلعت نهضويه زعما عبير ولا مع الاخوان دونك الحكايه ذي ما فهمهاش. لكن هناك بعض الاراء بما فيهم هذا، وانه هذا المجلس راهو للاسف بالفرنسويه انا سميتها الي اون روتار دون باتاي. كان بامكانه هي عزل قيس سعيد من اول نهار خرق فيه الدستور وما قامش بذلك، ثم سمح لنفسه وانه يتلوعبوا به وانه معناتها يرذلوا له التصويره نتاعو، وانه قبل عديد التنازلات الى درجه وانه تم ترذيله وانتهى سقط من قلب من معناتها من مهجة شعب. وقول ان اليوم عنده مهمه واحده المجلس هذا هو محافظ على الشرعيه والدعوه الى انتخابات مبكره بطريقه جديه يعني في اطار قانون، وعنده مهمه اخرى زاد لا تقل اهميه وهي تركيز محكمه الدستوريه. وانا تحب نقول لك انا هو التوافق الحقيقي اللي نعملوه هو الاتفاق حول اعضاء المحكمه الدستوريه سواء على مستوى المجلس النيابي، سواء على مستوى المجلس على القضاء، وسواء على مستوى رئاسة الجمهورية، لأنه هذوما كلهم راهو الشرعية باش ترجع آجلا أم عاجلا، وإذا كان فما توافق لازم يقع هاو من تو مع الناس اللي هي عندها أهمية بالنسبة لي. هو كيف يفهموا فيا فاش قاعد نقول، هذوما يلزمنا نتفقوا من تو على هالثلاثة مكونات، يعني مكون جاي من رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية المؤسسة موش قيس سعيد، ومجلس نواب الشعب، والمجلس على القضاء الشرعي، هذوما ثلاثة لازم يعطيونا المحكمة الدستورية. هذا أحد معناها أعمدة الأساس لبناء المرحلة الانتقالية وللخروج من هذه الازمه باخف الاضرار. سعياد سؤالي كان معناتها البارتي الاولانيه نتاع سؤالي كانت عن الجلسه العامه اللي من المنتظر عقدها عن بعد. سالتك هل عندك معلومات وقتاش باش تكون هذه الجلسه وحول ماذا تقريبا؟ انا ليس لي اي معلومات حول هذه الجلسه، لكن نعاود نقول لك راهو المفروض وانا طلبت بذلك في الجلسه اللي عقدها المجلس واللي حضروا فيها تقريبا اكثر من 90 نائب معناها مهما كان بطريقه تقريبا دون لا كلونديستينيتي لانه احنا في مقاومه. تحكي على الجلسه اللي كانت عن بعد اللي تعاملت عن بعد حضروا فيها اكثر من 90، هو الكرام ماك تعرف الحد النصاب هو 73 هذوما واش 90 اعتقد الجلسه الجايه باش يحضروا فيها على الاقل 120 اكد حسب الزملاء النواب، ويعني فما البعض عندهم احترازات معينه يبدو انه فما توافق حول القادمه موضوحه. اكيد انت تحكي على جلسه قادمه موضوحه، موضوع هذه الجلسه ما نعرفش ما يعني بصراحه ما نعتقدش اللي لست عضو في مكتب المجلس نتاع نواب الشعب يعني هناك تبادل اراء بين زملاء معناها وفي العالم كامل زاد نشوف شنو الصيغه و موضوع كبير مش بسيط فهمني ولا. فعلى كل حال انا اعتقد انه لابد من عقد جلسه، انا ما عنديش بدقه المعطيات اللي لازم نفيدك بها، لكن من الهام وانه احد مكونات المشهد يجتمع ويناقش باريحيه وبشفافيه وامام العالم رايه في شان العام. راهو قيس سعيد منتخب ونواب منتخبين فماش عليه، والحوار اللي عملوا الفريق الجنرال المدب كان شفته في نعرفش وين عملوا هو في يقول لي عمل حوار حلو في لابريس جو بونس ولا ما نعرفش شفته انت مدام حوار. على كل حال هو قال رانا احنا هو طلب هو متقاعد لكن عنده وزن يقول راي المؤسسه العسكريه لازم تكون على الحياد ما بين
زوز جهات جاوا زوز من الانتخاب، شكون زوز جهات؟ رئيس الجمهوريه جاي بالانتخاب واعضاء مجلس النواب جاوا بالانتخاب، علاش تحب المؤسسه تجي مع هذا ضد الاخر؟ يعني هو نقاش سياسي من بينات والمؤسسات لازم تقعد على الحياه، وهذا تقريبا الناس اللي عاونتنا في محاربه الارهاب كما الولايات المتحده الامريكيه واللي طلبت تحقيق واللي سبب ما معناتها كانه يحبوا يلقاو برا رجل اموركم وحدكم، ما نحبوش ندخلوا في الغريق، وفما معناتها امكانيه لقطع المساعدات العسكريه. اذا كان هالمعادله هذيا ما قعدتش متوازنه وما قعدتش موجوده، فيرد باله راهو قيس سعيد مش لعبه، راهو الامم ماهيش لعبه، لانه بعد اقل مواطن تونسي من حقه باش يسائل اذا كان صار انفجار اجتماعي ولا اذا كان الشعب جاع ولا اذا كان حقيقه التهديدات اللي نسمعوا فيها بطريقه مهذبه من المانحين ومن الناس اللي عندهم تاثير على تونس تولي عندها تاثير على قوت يوم التونسي، باش يجي نهار ويقول لك شنو هذا؟ انت بالفلسفه نتاعك راك جواحنا. ونعتقد مرة أخرى وأن البرلمان بما فيه من مساوئ وبما فيه من هنات، ونعتقد وأن مهمته انتهت ولابد من الدعوة للانتخابات مبكرة، لكن في هذه الفوضى التي نعيشها هو أحد الأطراف الذي لابد أن يدلي بدلوه في المسار الانتقالي اللي زلنا نتحدىه. واضح، مشكور سعياد، هذا إذا كان شكراً. لقاءنا معك لليوم، مشكورين المتابعين اللي كانوا يتابعوا فينا في هذا البث المباشر، أكيد نحن باش تكون عندنا لقاءات قادمة مع عدد من السياسيين وباش نتطرقوا لمختلف المواضيع اللي تعيشها البلاد. إلى اللقاء.